كيف نعظمها؟ نعم، تعظيم الشعائر يكون بإقامتها حسب ما بين وأمر المشرع، فكل شعيرة بحسب ما بينها المشرع، فأعمال شعائر الحج حسب ما أمر الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا تعظيم شعيرة تعظيم الكعبة يكون بالطواف حولها، تعظيم الحجر يكون باستلامه وتقبيله، تعظيم الركن يكون باستلامه، تعظيم الصلاة بإقامتها في أوقاتها بأركان بشروطها وأركانها وبخشوعها ويعني وواجباتها ومستحباتها. فكل عبادة تعظيمها يكون بحسب ما أمر المشرع فيها. يعني العيد مثلا، كيف يكون تعظيم العيد؟ يكون بإقامة صلاة العيد، بإخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد من أول ليلة العيد إلى ما قبل صلاة العيد، بإقامة صلاة العيد، بالبهجة بالعيد، فهذا بصلة الأرحام، فهذا من تعظيم شعيرة العيد. فكل شعيرة بحسب أوامر الله سبحانه وتعالى فيها.